ويتزامن اجتماعنا هذا مع الذكرى العاشرة للثورة السورية المجيدة. عقد من الزمان ما زلنا نناضل في سبيل حريتنا وكرامتنا وديمقراطيتنا وبناء الدولة التي نحلم بها جميعا. هذه الثورة التي شارك بها السوريون تقريبا في كل مكان، شمالها وجنوبها، شرقها وغربها، رجالا ونساء من كل فئات المجتمع السوري، خرجوا بشعارات سلمية مدنية حضارية تنادي بحقوق مشروعة ومطلوبة يعيش بها مختلف شعوب العالم، ومن حقنا كشعب أن نطالب بها. فما كان من هذا النظام كما تعلمون إلا أن واجه هذه الحناجر بالحديد والنار، واستخدم ضد الشعب السوري مختلف صنوف الأسلحة الموجودة لدى أجهزته العسكرية أو الأمنية، منتهكاً كل الحقوق والحريات والواجبات التي يملكها أو تملكها أي دولة تجاه شعبها. فرأينا مجازر وأعمال وفظائع يندى لها الجبين، حتى بثنا اليوم نتحدث عن أكثر من 1,000,000 شهيد وحوالي 14 مليون مهجر بين نازح داخلي أو لاجئ في بلدان الجوار أو في دول بعيدة، حتى لم نعد نرى أي دولة في العالم لا يتواجد فيها اليوم سوري. ونتحدث عن ملف أسود يضاف إلى ملفات كثيرة إرهابية بهذه الدولة الإرهابية اللي هي دولة نظام بشار الأسد المجرم. مئات آلاف المعتقلين الذين لا يزالون يزلحون تحت نير وظلم هذا النظام المستبد، منهم من قضى نحبه تحت التعذيب فقضى شهيدا في سبيل الله، ومنهم من لا يزال ينتظر أي لحظة فرج، ينتظر أي لحظة يعود فيها إلى الحياة، وربما الكثير منهم يتمنى يوميا الموت ولا يموت. مضافا إلى ذلك دمار تقريبا شامل في بنية البلد، حتى أن هناك تقديرات تقول أن أكثر من نصف البنى التحتية بمختلف مجالاتها في سوريا قد تم تدميرها على يد هذا النظام القاتل. جيل كامل، قسم كبير منه خارج العملية التعليمية، مما يؤهبه بجدارة إلى أن يكون جزءا من مجتمع ضعيف أو جاهل أو مشروع تجنيد في تنظيمات إرهابية. هذا كله رغم كل الألم، القتل والتدمير والتهجير، ركوب البحر بحثا عن مكان آمن، العذاب في المعتقلات، الانتهاك للحقوق والحريات، العيش في المخيمات، كل هذا لم يجعل الشعب السوري يتراجع عن مطالبه المشروعة المحقة. ويكون هناك قاسم مشترك بيننا جميعا كسوريين، أنه لا عودة إلى الوراء، وأنه لا يوجد في العالم شيء اسمه نصف ثورة، وأننا ماضون في هذا الطريق حتى نحقق أهدافنا أو يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا الحديث ليس حديثنا فقط، بل هو حديث كل سوري خرج ضد هذا النظام وذاق طعم الحرية الذي حرم منه لعقود. وعلى الرغم من أن هناك تفاعلا دوليا واسعا كان في بداية الثورة معنا ومع مطالبنا وقضيتنا، وكنا نتوقع في تلك الأيام أن مجتمعا مدنيا متحضرا يتحدث عن حقوق الإنسان، بكرة وعشية لا يمكن أن يسمح في القرن 21 لهذا القاتل أن يقوم بما قام به. وكنا نقول أن هناك مجلسا لحقوق الإنسان، وأن هناك جمعية عامة للأمم المتحدة، وأن هناك من يرعى السلم والأمن الدوليين ويرعى ويحفظ حقوق المدنيين وحياتهم في مجلس أمن تتحكم به مجموعة من الدول تربعت على عرش هذا المجلس بعد الحرب العالمية الثانية.
وأدركنا اليوم أن هذا مجرد حديث يعني تتم التسلية به في مقالات أو كتب أو مواثيق، وإنما ما يجعل هذه الدول جميعها يتحرك في النهاية هي مصالحها. ففي هذا الظرف الصعب وجدنا أن النظام لديه حلفاء وقفوا إلى جانبه، ولدينا حلفاء منهم من وقف إلى جانبنا، وهنا علينا أن نستذكر الفضل الكبير للتضحيات العظيمة التي قدمها أبطال الجيش السوري الحر أو اليوم الجيش الوطني الذي نفتخر به ونرفع به رؤوسنا من اللحظة التي قرر فيها أن ينحاز إلى الجانب الصواب من المعادلة وأن يحمل البندقية دفاعا عن المدنيين ضد هذا النظام القاتل. هذا الجيش الذي بفضل تحالفه مع الإخوة في تركيا من خلال القوات المسلحة التركية استطعنا محاربة التنظيمات الإرهابية داعش وحزب العمال الكردستاني. من خلال هذا التحالف استطعنا في عملية درع الربيع أن نكسر غطرسة هذا النظام وأن نمنع تقدمه في مساحة جغرافية يعيش فيها ما يقرب من 5 ملايين إنسان سوري، جلهم من المدنيين، أكثر من نصفهم تم تهجيره أكثر من مرة، حتى بتنا نعيش في منطقة أقل ما يقال فيها أنها سوريا المصغرة. يفتجد فيها في هذه المنطقة من درعا والقنيطرة إلى الغوطة وحمص إلى حلب والمحافظات الأخرى الرقة والحسكة ودير الزور وحماة وحلب ومختلف المحافظات السورية. ولولا هذه التضحيات إخواننا ما كنا قادرين على أن نجتمع بأمن وأمان في هذه البقعة الطيبة من بقاع سوريا، ونحن الآن نعقد اجتماع الهيئة العامة من داخل محافظة حلب في مدينة عزاز في الريف الشمالي لحلب. ما كنا قادرين على مثل هذا الاجتماع لولا هذه التضحيات التي نقدرها ونثمنها. أثلجت صدورنا جميعا اليوم مظاهرة أعتقد أنكم اطلعتم عليها ورأيتموها في مدينة اسطنبول، في وقت كنا نلاحظ أن عدد المتظاهرين أو عدد من أصبح يهتم بالشأن العام السوري قل خلال الفترة الماضية. هؤلاء إخواننا الذين نوجه لهم التحية يعلنوها معنا ونعلن سوية بداية تجديد لعقد الثورة الذي لن ينتهي إلا بتحقيق الأهداف. فبالتالي أحث نفسي وزملائي في الائتلاف وفي كل مؤسسات الثورة وفعالياتها داخل سوريا وخارجها أن نجعل من هذه المناسبة شرارة انطلاق جديدة. الشرارة الأولى لم تخبو أصلا، لكن شرارة انطلاق جديدة لحراك ثوري سلمي مدني حضاري ضد هذا النظام حتى نصل إلى الأهداف التي نريد. وفي سبيل ذلك الائتلاف حضر، ولا يسعني في هذا التحضير والمتابعة والتنفيذ إلا أن أشكر كل الزملاء بدءا من أخي الأستاذ الأمين العام الأستاذ عبد الباسط وزملائي نواب الرئيس الأستاذ ربا والأستاذ عبد الحكيم والأستاذ عقاب وزملائي جميعا في الدوائر والمكاتب واللجان وأعضاء الهيئة العامة والسياسية وإخواننا الجهاز الإداري الجنود المجهولين الذين يواصلون الليل والنهار من أجل التحضير لهذه الفعاليات. فعلينا أن نشمل السواعد حتى نقضي البرنامج المتفق عليه بما يحتوي من فعاليات متعددة لن أذكرها، سأترك لكل زميل أن يتحدث بما يحضر ونترك الباقي حتى للأحداث نفسها أن تعلن نفسها يعني مراعاة للأوضاع الصحية والأمنية التي تعيشها المنطقة. أتمنى أن يعني نستثمر الوقت اليوم وما والغد من أجل مناقشة جميع الأعمال من جميع النقاط المدرجة على جدول الأعمال حتى نتمكن من الوفاء
بكل الالتزامات الموجودة لدينا خلال هذا الأسبوع. لذلك دعونا نركز الجهات النقاش في القضايا المفيدة بمداخلات مركزة علنا يعني ننهي أكثر نقاط جدول الأعمال اليوم. الوضع السياسي عموما إخواننا لا يوجد فيه يعني تطورات كبيرة جدا. تعلمون أن الجولة الخامسة بالمناسبة التقرير موجود عندكم على الإيميل، فأي حدا عنده أي ملاحظات على التقرير، في عدد كبير من النشاطات والفعاليات قمنا فيها خلال الفترة الماضية وإن شاء الله مستمرين، فإذا أي حدا عنده سؤال أو ملاحظة أنا جاهزين. الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية انتهت بما ابتدأت به دون إحراز أي تقدم. وفد هيئة التفاوض ذهب مستعدا محضرا صادقا مخلصا جديا لمحاولة فك هذه العقدة والتقدم إلى الأمام، لأن عين السوريين الآن وهي ترقب ما يجري في بلادهم يعني الوضع مدمر في كل المناطق، وخاصة أهلنا الآن الذين يعيشون تحت نير هذا النظام القاتل. الوضع الاقتصادي جدا سيء، والوضع الاجتماعي جدا سيء، والوضع التعليمي والثقافي كل نواحي الحياة هي في تدهور كامل. انطلاقا من ذلك لوقف معاناة السوريين وتحقيق تطلعات السوريين ذهب الجميع بجدية لإحراز تقدمه، ولكن أمام حقيقتين مرتين لم يكن هناك أي إحراز. الأول أن هذا النظام استمر بعملية التعطيل، سياسته الممنهجة التي مارسها من بداية الثورة حتى هذه اللحظة لم تتزحزح ولو بقدر واحد مليمتر. اثنين، مجتمع دولي بين داعم إيران وروسيا وبين متراخي أو ساكت أو غير مكترث أو غير مهتم، فبالتالي بقيت أطراف العملية السياسية في جنيف بدون دعم حقيقي بدون إسناد حقيقي. هذا اضطر المبعوث الدولي أن يذهب إلى جنيف ويتحدث بصراحة أننا أضعنا فرصة وأن الجولة مخيبة للآمال وأن السوريين وحدهم لن يكونوا قادرين على الوصول للحل السياسي وأنه لابد من جبهة دولية واحدة داعمة للعملية السياسية في سوريا. وهذا الأمر لم يفاجئنا ولم يخرج عن توقعاتنا، لأن أهل الشام أدرى بشعار الشام من كل العالم. نحن نعلم هذا النظام جيدا ونعرف كيف نتصرف. لن نكون نحن الطرف الذي يعطل الحل السياسي. طيب ماذا ينفع اكتشاف العالم بعد 10 سنوات أن النظام هو المعطل للحل السياسي من بداية الثورة حتى هذه اللحظة؟ بعد ذلك الآن ما يجري هي محاولات لتحديد موعد الجولة السادسة. إخواننا نحن في الائتلاف، أتحدث عن الائتلاف وموقف الائتلاف، نحن ليس الهدف من المفاوضات هو المكان الذي نذهب إليه أو التاريخ الذي نذهب به، يعني راح تصير جولة ولا ما تصير، تصير تاريخ 22 ولا تاريخ 34 ولا ما هذا الموضوع. الموضوع يقاس بالنتائج التي يجب أن تتحقق عن مثل هذه العملية السياسية اللي انطلقت ب 2014 حتى اللحظة بدون نتيجة، وانطلقت اللجنة الدستورية من سنة ونصف حتى هذه اللحظة. فقام المبعوث الدولي وأكيد راح تسمعوا من زملائنا بجولة دولية متعددة، وضع في هاي الجولة 3 أفكار رئيسية: الأجندة والمنهجية والجدول الزمني، بمعنى أن يكون في مضمون حقيقي لهاي المفاوضات، وإلا يعني هي أوريدي عم تفقد أو فقدت مصداقيتها. النظام على نفس الموقف، في تبادل بمقترحات على جدول الأعمال، نأمل من زملائنا أن يقدموا لنا شرح عن هذه التطورات، وإذا صار اتفاق في سعي أن يكون في نهاية الشهر هناك جولة يعني دستورية. الله أعلم، اليوم الشهر 14 يعني 16 يوم، يعني ربما إذا لم تكن نهاية الشهر ربما يعني بداية أو قبل منتصف الشهر القادم. في ظل التحركات التي نقوم بها بشكل مستمر وتواصلاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي سيكون لنا اتصال هاتفي يوم 15 مع المبعوثة بالنيابة ومع الدول الاتحاد الأوروبي مع تركيا مع الدول العربية، وضرورة إبراز دور عربي في الملف السوري ودول الإقليم، كان لدينا جملة من النشاطات أود التركيز على نقطتين أو على محطتين أساسيتين منها. الأولى هي الزيارة التي قمنا بها إلى الدوحة. نحن نؤمن بضرورة وجود دور عربي ونطالب بتفعيل القرارات العربية التي اتخذت في جامعة الدول العربية أو التي اتخذتها بعض الدول بشكل فردي ضد النظام السوري. وشاهدنا جميعا أنه خلال الفترة الماضية كان في انكفاء وفي حياد في مواقف بعض الدول العربية،
وللأسف الشديد في انزياحات سلبية في مواقف دول أخرى، حتى بدنا نشاهد الآن من يدعو من الدول العربية إلى عودة النظام إلى جامعة الدول العربية. أولا في موضوع الجامعة، الأسباب التي أدت إلى طرد النظام من الجامعة لم تزل موجودة، فبالتالي لا يوجد أي مبرر سياسي أو قانوني يدعو أي دولة عضو في الجامعة أن تدعو إلى عودة النظام إلى الكرسي. ثانيا، هذا المقعد تبع الجامعة العربية ليس مقعدا فارغا، فبالتالي لا يملك أحد الحديث عنه أو التحكم به إلا إذا كان قرار جماعي ضمن الجامعة، وهذا الكرسي مشغول بقرار من الجامعة للائتلاف الوطني السوري ممثلا للشعب السوري بحكم القرار الصادر من الجامعة والصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ثالثا، هذه الدول فشلت في مشروعها، وعليها أن تدرك حقيقة أنه لا فائدة من تكرار المحاولة، وهي دول قليلة بالمناسبة التي دعت إلى مثل هذا الخيار، لكن بالمقابل الحمد لله كان هناك مواقف مشرفة ومثبتة للحق الأصيل للجامعة العربية في استبعاد هذا النظام المجرم بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين. زامن ذلك أو رافق ذلك جولة لروسيا، روسيا التي وقفت إلى جانب النظام كما تعلمون، روسيا التي شاركت مع النظام بمختلف الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق السوريين، روسيا اليوم التي تمتلك سردية أقسى وأفظع من سردية النظام. لذلك من يعتقد أن النظام وحده المسؤول عن فشل العملية السياسية عليه أن يراجع نفسه قليلا. من يواجه اليوم نجاح العملية السياسية هو النظام وإيران وروسيا، ومحاولات روسيا للتنصل من الموضوع بأنني ضغطت على النظام ولم يستجب وأنني لا أملك على النظام نقاط نفوذ، هذا غير صحيح. النفوذ الروسي إخواننا نراه إن نرى نفوذ الروسية حقيقيا عندما يتعلق الموضوع بقضية تفيد النظام، فوزير الخارجية الروسي يجول العالم، عمل جولة لإقناع الناس دول بقضيتين. القضية الأولى إعطاء شرعية للنظام لعودته مثلا للجامعة العربية على أن تتلوها بالمستقبل خطوات أخرى، والقضية الثانية يحتاج أموال لإعادة الإعمار أو المساعدات الإنسانية حتى يخفف عن النظام الوضع الصعب الذي يعيشه قبل الانتخابات التي يخطط لها قبل عدة أشهر. ولكن الحمد لله حتى في ذلك فشل الروس ربما للمرة المليون، وسيستمرون بالفشل، ولن يستطيعوا إعادة تأهيل هذا النظام، ولن يستطيعوا فرضه على السوريين ولا على حتى الدول، فعادوا بخفي حنين، لم يأخذوا أي نتيجة لأن المواقف لا تزال ثابتة، لا عودة للنظام إلا بحل سياسي، ولا مشاركة بإعادة الإعمار إلا بحل سياسي. هذا على الجانب العربي. وعلى الجانب الأوروبي هناك اجتماع مؤتمر بروكسل الخامس في نهاية هذا الشهر حول موضوع سوريا والدعم الإنساني في سوريا واستمرار وضع سوريا على رأس الأجندة الدولية في العالم، خاصة أنه يعني كان ملاحظ بفترة من الفترات أنه خف الحديث أو فتر الحديث عن الملف السوري، وفي هذا لنا تواصل مع الأوروبيين وموقفهم لا زال كمان واضح، كما الأمريكان كما الأتراك، لا إعادة إعمار إلا بحل سياسي، جهود مستمرة في متابعة ملفات المساءلة والمحاسبة وجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا وتحويل المتهمين إلها إلى العدالة من أجل أن يأخذوا جزاءهم العادل. كان في زيارة إلى دوحة، إلى الدوحة، ويعني في هذه الأثناء في عندنا متحركين أساسيين فيما يتعلق بقطر كدولة. الأول هو ملاحظة عودة قطر إلى الملف، ملفات المنطقة عموما وإلى الملف السوري خصوصا، وكانت لنا زيارة أعتقد أنها الحمد لله كانت ناجحة، كان فينا لقاءات مع مؤسسات متعددة ضمن الدولة القطرية من وزارة الخارجية إلى المعهد الدبلوماسي إلى صندوق قطر للتنمية إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبينهما كان في لقاءات مع الجالية السورية يعني بأكثر من محطة وبعض الشخصيات السورية هناك، وكان لنا لقاء مع يعني منتدى هناك تابع للمركز العربي للدراسات، كمان ندوة شارك فيها عدد كبير من الباحثين والشخصيات السياسية داخل قطر وخارجها. وبهاي الزيارة اتفقنا على آليات عمل مشتركة فيما بيننا على كل المستويات، على المستوى السياسي وعلى مستوى الـ يعني الـ الآخر الإنساني،
وطبعا احنا دائما نركز على قضايا اساسيه انتم تعلمونها جيدا، السياسيه تعرفوها كويس، والانسانيه هو دعم مشاريع الحكومه السوريه المؤقته في شمال غرب سوريا. لذلك اعتقد انه يعني في صفحه جيده بالعلاقات المشتركه بيننا وبين الاخوه القطريين ان شاء الله تتعزز وتتقوى اكثر خلال الفتره الماضيه. هذا المتحرك الاول. المتحرك الثاني هو النشاط الدبلوماسي الذي شهدناه في الفتره الاخيره من مبادره قطريه لاجتماع ثلاثي تركي روسي قطري، وهذا لاول مره يحدث حقيقه. ونحن نرحب ونسعد دائما عندما نجد لنا دول صديقه تجتمع مع بعضها، خاصه بعد المصيبه الكبرى التي مني بها السوريون، عندما وجدنا اصدقاء سوريا الذين كانوا يجتمعون على طاوله واحده الان يحاربون بعضهم الواحد ضد الاخر. فبالتالي وجود تركيا وقطر مع بعض في هذه الآلية الثلاثية أو اللقاء التشاوري أو الاجتماع التشاوري اللي تم التأسيس له، يعني نرحب به طالما هو يدفع باتجاه الحل السياسي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تطبيق بيان جنيف ومن أجل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254. هذا اللقاء أخواننا بغض النظر عن كل ما يرد في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأخبار، هذا اللقاء هو البداية، يعني لم يحدث فيه شيء جدي، إنما هو بداية. سيكون بعدها هناك لقاءات مستمرة، ويتوقع أن يكون لقاء وزراء الخارجية القادم ربما في أنقرة. المهم صار في آلية تنسيقية بين هذه الدول الثلاث لدعم الحل السياسي في سوريا والوضع الإنساني، لكن الأولوية كما فهمنا من اتصالاتنا المباشرة، كان في اتصال مباشر بيننا وبين الأخوة القطريين والأتراك في هذه اللقاءات، انه الموضوع السياسي والانساني عكس ما تم الاشاعه حول ذلك. فنحن في الائتلاف سنستمر في التفاعل مع هذه المبادره الجديده في المنطقه وفق القواعد والثوابت الاصيله لنا ولثورتنا، بحيث انه يكون في ضمان الوصول الى الحل السياسي الانتقالي الذي يعني نريده في المنطقه. يوازي ذلك بعض التحركات او بعض المتغيرات، اهمها المصالحه الخليجيه، وتعلمون جيدا حجم الأثر السلبي الكبير الذي انعكس على المنطقة عموما، على الثورة السورية والمعارضة السورية خصوصا بفعل الانقسامات التي جرت في المنطقة. فرأينا أن ترتيب البيت الخليجي العربي هو خطوة إيجابية، وستساهم في حشد الطاقات والقوات والإمكانيات ضد التهديدات الموجودة على رأسها الإرهاب وإيران والحرس الثوري الإيراني الذي ينشر يعني أذرعه في مختلف دول المنطقة. وتلا ذلك تلك المصالحة جهود كمان زادت من يعني من تفاؤلنا. احنا خفنا ان تكون المصالحة مصالحة يعني بروتوكولية دبلوماسية ولا يعقبها يعني اجراءات حقيقية على الارض، لكن الحمد لله المعلومات التي يعني نحصل عليها من قبل شركائنا نفسهم يعني تشي بانه الحمد لله العلاقات بين هذه الدول تنمو بسرعة وتتطور بشكل ايجابي. فهذا الامر جيد ونعول عليه، خاصة إذا ترافق مع ما يعني يجري حاليا من عودة علاقات طبيعية ما بين تركيا ومصر، ما بين تركيا والسعودية. هدفنا في ذلك كلنا إخواننا أن تجتمع جهود هذه الدول والائتلاف الوطني كشريك أساسي من أجل الدفع بالحل السياسي، من أجل وقف معاناة الشعب السوري، من أجل معالجة التهديدات الموجودة في المنطقة الأمنية والإرهاب واللاجئين وعدم الاستقرار وإلى آخره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الخطوات ماشية بالاتجاه الصحيح. بعد ذلك كان في عندنا كمان زيارة هامة لحكومة إقليم كردستان، وصار فيها لقاءات متعددة يعني يمكنكم أن تطلعوا عليها. وذهبنا إلى الإقليم بخطوط واضحة ونقاط ورسائل واضحة، والحمد لله أن خرجنا من هذه الاجتماعات تقريبا إحنا وياهم نمتلك رؤى مشتركة ونقاط متفقين عليها هي الأكثرية. وتعلمون جيدا أنه في مفاوضات صار عمرها تقريبا سنة ما بين الإخوة في المجلس الوطني الكردي وما بين طبعا إحنا من وجهة نظرنا حزب العمال الكردستاني يا بقيبي ويدي قسد أيا كانت الأسماء، هاي أسماء لكينونة واحدة لا تختلف عن بعضها بعضا. وهذا التنظيم هو تنظيم إرهابي، وما ينطبق على باقي التنظيمات الإرهابية ينطبق عليه. وهناك مطالب طالب بها إخواننا في المجلس الوطني الكردي، لكن هذا التنظيم لا يقبل التنازل ولا يقبل أبدا أصلا الحوار أو المفاوضات معهم، وحتى هذه اللحظة لا توجد أي نتائج نوعية إيجابية لمثل ذلك. لذلك
نحن نتشارك الرؤية بأننا لا نتوقع شيئا من هذه المفاوضات. اثنين، هذا النظام، هذا التنظيم اللي له مشروع معروف بالمنطقة من عقود لن يقدم أي تنازلات تؤدي إلى أي حل سواء في المنطقة أو في سوريا، وهذا التنظيم لا يمثل بأي حال من الأحوال الإخوة الأكراد، وإحنا لدينا مع الإخوة الأكراد شراكات وثيقة في الثورة من بداياتها أو حتى في مؤسسات الثورة من خلال المجلس الوطني الكردي أو رابطة الكرد المستقلين أو بعض الإخوة الشخصيات الكردية المستقلة، وحتى الإخوة الأكراد عانوا ما عانوا من هذا التنظيم. فإحنا يعني تفاهمنا مع الحكومة كثير كويس وطلعنا بنتائج إن شاء الله كويسة، ولا يفوتنا نتحدث على أن حكومة الإقليم تستوعب 251 ألف لاجئ سوري من أهلنا السوريين الذين ذهبوا إلى تلك المنطقة. وعلى الرغم من أن حكومة الإقليم تعاني يعني مصاعب اقتصادية كبرى بسبب علاقتها مع حكومة المركز وتهديدات أمنية مستمرة، وشفتوا التفجيرات أو الاستهدافات اللي صارت لمطار أربيل اللي مسؤول عنها الحشد الشعبي والميليشيات التابعة لإيران، واللي بناء عليها أمريكا قصفت هاي الميليشيات قرب الحدود السورية العراقية. لكن رغم الظروف الصعبة، الحكومة مما سمعناه من أهلنا اللاجئين في حكومة الإقليم ومن حكومة الإقليم نفسها عم تقوم بواجب إنساني كبير جدا تجاه اللاجئين، ولكن الحكومة وحدها لا تكفي، بل هي بحاجة إلى مساعدة دولية شأنها شأن باقي الدول التي تستوعب اللاجئين. واتفقنا مع الحكومة أن يكون هناك تمثيل، وهذه نعتبرها يعني خطوة إيجابية إلى الأمام في تعزيز تحالفات في المنطقة بيننا وبين الحكومة، أن يكون هناك ممثلية للائتلاف في حكومة إقليم كردستان، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة نضع الشخص المرشح لهذا المكان وننهي الترتيبات، ونحن الآن عم يعني في تواصلات بيننا وبينهم بهذا الموضوع. هلا النقطة الأخيرة، والنقاط كثيرة يعني للأسف الشديد، في عندنا المواضيع الدولية الأخرى. الائتلاف حضر ورقة لمواجهة انتخابات نظام بشار الأسد تتعلق بالشرعية، وهذه الورقة الآن عم يناقشها مع مختلف الأطراف، تركيا، الدول العربية، أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية. وتطورنا في عدد من اللقاءات، مع الفرنسيين والألمان والبريطانيين والإيرلنديين والنرويجيين والكنديين والهولنديين، طورنا محاولة وجود موقف دولي واحد تجاه الانتخابات اللي بده يعملها النظام، إذ أنه لا يكفي فقط أن نقول أن هذه الانتخابات فقط نقول بالقول يعني لا شرعية، بل لا بد أن يكون هناك خطوات عملية على الأرض يعني تساهم فعلا في نزع الشرعية عن هذا النظام. وهناك اهتمام، وأسسنا وأشكر زملائي في لجنة العقوبات أو قيصر أو حتى المساءلة والمحاسبة، في اهتمامات كبيرة ونحن كمان دفعنا فيها وأسسنا شراكات مع يوكي، بريطانيا، مع كندا، الإنجليز والفرنسيين، ولا الكنديين على الطريق والهولنديين على الطريق، تمام. وأن يكون في شراكة ما بين، مثل ما عملنا شراكة بيننا وبين الأمريكان، أن يكون في شراكة مع هذه الدول بآليات المساءلة والمحاسبة ومتابعة جرائم الحرب التي يقوم بها النظام. عم نواجه تحدي إنساني هو شهر تموز اللي يفترض يصير في تصويت في مجلس الأمن على قرار دخول المساعدات الإنسانية اللي ما ضل منه إلا معبر واحد. فنحن نعمل مع شركائنا لمواجهة التحدي تبع الفيتو الروسي الصيني في تجديد القرار، ونعمل كذلك بالتوازي مع ذلك على إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة بآليات كمان أخرى موازية، مثل ما عم تقوم عدد من الدول، وخاصة أنه هاي المساعدات الإنسانية ما عم تقدم لجهة مجهولة، عم تقدم للائتلاف الوطني وحكومته المؤقتة اللي معه اعتراف من الأمم المتحدة. فلا يعني ينبغي على أحد أنه تطلع عليه فكرة أنه والله النظام بس هو الجهة الشرعية، وأن الفيتو الروسي اليوم سيغلق سوريا ويجعل كل الناس تحت رحمة هذا النظام. فعم نشتغل على آليات إن شاء الله أنه نستطيع تحقيق إنجاز فيها. أعتقد إخواننا بإني مريت على أغلب النقاط، بس كمان أعتقد أنه في نقاط أخرى ما مرينا عليها يمكن أثناء النقاش نناقشها، وفي شيء تركناه قصدا مشان نترك للزملاء اللي بالدوائر واللجان والمكاتب والنواب وكذا كل واحد يغطي جزء من المشهد المتعلق فيه، لكن أنا أعطيت المشهد العام. شكرا جزيلا، والله يعطيكم العافية، وكل عام وأنتم بخير، وأتمنى الله أسأل أنه يكون اجتماعنا القادم في دمشق.